أذكركم يا إخوة بالتوكل على الله. سلموا قلوبكم لله، توكلوا على الله، اعلموا أن الأمر كله لله، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. والله جواد كريم، يسمع أصوات الداعين، لا يختلط عليه صوت بصوت، ويعطي كل واحد سؤله، لا ينزل سؤل أحد إلى غيره. سبحان الله، نتوكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، طيور الضعيفة تغدو وتصبح من الصباح جياعا، أنا أنظر إليها من الصباح وهي تأخذ رزقها فوق هذا الماء من الحشرات، إلى الليل فتعود بطانا. من الذي رزقها؟ الله. من الذي سيرها؟ الله. من الذي ألهمها؟ الله. فسبحان الله، لو توكلنا على الله حق التوكل لرزقنا كما يرزقها. فعلينا أيها الإخوة أن نخلص لله في الدعاء، موحدين لله سبحانه وتعالى، وأن نبذل الأسباب.